الصالحون يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. هذا الصنف الأول في يوم عرفة الحجاج. ومن لم يحج فإنه في يوم عرفة يصبح صائما، ومن صام في ذلك اليوم غفر الله له سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فإن صام كل يوم ضمن، حتى وإن مات بعد يوم عرفة في نفس السنة فإن الله عز وجل قد غفرها له مقدما. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ورحمتي وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء. إنها رحمة الله جل وعلا، أنت وزوجتك وأولادك وأهل بيتك، بل حتى الخدم، وذكر الجيران والدال على الخير له مثل أجر فاعله. والدولة هنا بفضل الله تعطل يوم عرفة إعانة للناس على صوم هذا اليوم الذي أجمع الصالحون على صومه. فاحرص يا عبد الله في هذا اليوم أن تستغله بالصوم وبقراءة القرآن وبالجلوس في المساجد وبالدعاء وبالذكر، فإنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس، بل هو خير يوم على الإطلاق.